صباح الخير. صباح الخيرات، يسعد صباحك. يسعد صباحك استاذ. بالفتره الماضيه شفنا في ارتفاع كبير لدرجات الحراره، خلينا نوضح اليوم كيف عم تكون احوال الطقس، كيف عم تكون درجات الحراره بمحافظاتنا السوريه، وهل رح نشهد نحن مرتفعات بالايام القادمه؟ هلا بدايه صباح الخير بنستيد اليك لزميلتك للاخبار. مثل ما ذكرتي احنا هلا ضمن موجه حاره بلشت تاثر على المنطقه بشكل فعلي من امبارح، أدت إلى ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة. اليوم في ارتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة. الحرارات اليوم رح تكون أعلى من المعدل من 5 إلى 2 درجات مئوية. هيدي الموجة الحارة يمكن توصيفها من متوسطة إلى شديدة خلال أيام الذروة. أيام ذروة هيدي الموجة رح تكون نهار الأحد والاثنين، بكرة وبعد بكرة. هي نتيجة عبارة عن تعمق المرتفع الجوي شبه المداري بطبقات الجو العليا المترافق مع المنخفض الموسمي الجنبي السطحي المترافق بكتلة هوائية شبه مدارية أدت إلى هذا الارتفاع بدرجات الحرارة. بشكل عام الأجواء عم تكون أجواء شديدة الحرارة وصحوة مع ظهور بعض السحب المتفرقة بالمنطقة الساحلية. الأجواء السليمية المغبرة بتضل بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية. تستمر معنا الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة تقريبا حتى يوم الأربعاء. ذروتها مثل ما ذكرت يوم الأحد والاثنين تكون الأجواء بشكل عام بمختلف المناطق والمدن على امتداد الجغرافيا السورية أجواء شديدة الحرارة مع حرارات رح تكون خلال أيام الذروة أعلى من المعدل من 6 إلى 9 درجات مئوية مع نسبة رطوبة مرتفعة خاصة في المناطق الساحلية والغربية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى واحتمال لتشكل الضباب هيدي الليلة بمنطقة القلمون وبأجزاء من المنطقة الوسطى. بشكل عام عم تكون الرياح لليوم لنهار السبت شرقية لجنوبية شرقية بالمناطق الشرقية والوسطى والجنوب الشرقي بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق. هلا وجود الرطوبة مع عنصر الرياح خلال ساعات الليل عم يخلي الأجواء تكون معتدلة أكثر بينما خلال ساعات النهار عم تكون الأجواء سيئة جدا نوعا ما بالنسبة للرطوبة العالية اللي تكون موجودة بكميات كبيرة تحديدا بالمناطق الغربية والساحل وللأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى. تستمر معنا الأجواء مثل ما ذكرت حتى يوم الثلاثاء بدءا من يوم الأربعاء بإذن الله تعالى رح تتعدل الأجواء شوي وتبلش الحرارة تميل للانخفاض بشكل طفيف وتبدأ الموجة الحارة بالانحسار عن المنطقة بشكل تدريجي. تظل الحرارات أعلى من المعدل نهار الأربعاء من 5 إلى 7 درجات مئوية. نلاحظ الفرق بالحرارات بإذن الله تعالى نهار الخميس نهاية هذا الأسبوع تتحول الاجواء الى اجواء من شديده الحراره وحاره الى اجواء حاره الى حاره نسبيا نوعا ما، وبتضل نسبه الرطوبه مرتفعه بالمناطق الساحليه والغربيه والاجزاء الغربيه من المنطقه الوسطى، بينما تبقى الاجواء السليميه المغبره هي شديده الموقف بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه السوريه. هلا بشكل عام دائما خلال موجات الحر نحن بنوجه حزمه من النصائح والتحذيرات للاخوه المواطنين، اهمها الانتباه قدر الامكان واخذ اساليب الحيطه والحذر لعدم اشعال النيران في الغابات والمناطق الحراجيه الاراضي الزراعيه بسبب سهوله انتشار النيران خاصه خلال ارتفاع درجات الحراره وعدم التعرض لاشعه الشمس بشكل مباشر خلال فتره الذروه. مختلف الفئات العمريه ولكن دائما نحن ناكد على كبار السن والاطفال، هذول اكثر فئتين عمريتين بتاثروا بهذا الموضوع، وعدم ترك المواد القابله للاشتعال بالاماكن المغلقه معرضه بشكل مباشر لاشعه الشمس. نحذر من الاجواء السليميه المغبره التي تؤثر على مدى الرؤيه الافقيه بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه، الناس اللي عندهم مشاكل افقيه بالجهاز التنفسي ياخذوا اساليب الحيطه والحذر من هذا الموضوع، ومن ارتفاع نسبه الرطوبه السطحيه خاصه بالمناطق الساحليه والغربيه والاجزاء الغربيه من المنطقه الوسطى. درجات الحراره المتوقعه بالعاصمه دمشق لليوم 41-27، القنيطرة 37-25، القلمون المرتفعة الجبلية 36-23، درعا 40-23، السويداء 38-23، المنطقة الوسطى حمص 39-25، حماة 43-25، بالجزيرة محافظة الحسكة 46-28، أجواء سليمية مغبرة، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 34-27، بالشمال حلب وإدلب 42-27، دير الزور المنطقة الشرقية 48-29، واخيرا بالباديه السوريه مدينه تدمر 45-26. ان شاء الله بتمرق هيدي الموجه بخير وسلام، بدنا امان وسلامه للبيت باذن الله تعالى. برجع اذكر انه ذروتها بتكون نهار الاحد والاثنين مع حرارات اعلى من المعدل ل 6 ل 9 درجات مئويه، وبتتحسن الاجواء باذن الله نهايه الاسبوع من يوم الاربعاء.